اليوم في هذا المساء أقمنا ذكرى 107 سنوات على مذابح ومجازر سيبو التي حصلت ضد شعوب المنطقة لمحي هذه الأمة، هذا الشعب، هذا المكون في هذه المنطقة. ولكن الله معنا، لا يتركنا أبدا. وما قاموا به العثمانيين منذ 107 سنوات، التاريخ يعيد نفسه دائما، وخاصة في هذه الأيام التي نعيشها على الحدود. العثمانيين الجدد يحاولوا يغيروا ديموغرافية المنطقة، ولكن إن كان الله معنا فمن علينا. نحن نطلب صرخة من أبناء شعب المسيحي وأبناء الشعب السرياني الكلداني الآشوري في هالمنطقة إلى العالم أجمع، الاعتراف بهالمجازر اللي تمت قبل 107 سنوات، حتى يعطى هذا الشعب حقه، حتى دم الشهداء الذين جبلوا في تراب هذه الأرض الطيبة لا يذهب هباء في التاريخ الذي نعيش فيه. طبعا اليوم 15 حزيران نحيي كحزب اتحاد السرياني ذكرى مجازر السيفو 107 سنوات التي مضت عليها. اليوم هذه المجازر اللي حدثت كانت مأساة للشعب السرياني، وكان بهدف من اقتلاع هذا الشعب من جذوره. واليوم نحن نعيش بأحداث التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى من خلال تهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، واقتطاع المزيد من الأراضي مثل ما كانت عفرين، وأيضا ب 2019 رأس العين وتل أبيض، واستمرار باستهداف مناطق تل تمر أو شريط القرى خابور تل تمر اللي هي القرى الآشورية ولها خصوصيتها التاريخية. طبعا نحن نعرف من بهذا الصدد سياسات التركية هي مطامعها بالمزيد من الدخول واقتطاع المزيد من الأراضي، وأيضا استباحة حقوق الشعوب الموجودة في المنطقة، وتغيير الديموغرافي، وإعادة السلطنة العثمانية أو تاريخ السلطنة العثمانية مرة أخرى. فبهذا اليوم طبعا نحن كحزب اتحاد السرياني مرة أخرى نطالب جميع الدول بالاعتراف بالمجازر السيفو، وبنفس الوقت الوقوف أمام كل هذه التهديدات والممارسات اللا إنسانية من قبل حكومة تركيا بأيدي الإرهاب والمسلحين الإرهابيين في المناطق، وعثها خرابا وأيضا قتل وتشريد الشعوب الموجودة في المنطقة. طبعا تركيا من اليوم الأول بالأزمة السورية أو الأزمة بالمنطقة كانت تدخلت سلبيا في الأزمة السورية، وأيضا تدخلها خاصة بشمال وشرق سوريا بحجة حماية أمنها القومي بوجود إرهابيين في المنطقة، وبأن المشروع القائم في مناطق شمال وشرق سوريا هو مشروع كردي ومشروع انفصالي. طبعا هذا الشيء ليس بحقيقة، إنما اليوم نحن بمناطق شمال وشرق سوريا مشروع الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي اللي هو ملك لجميع المكونات، واليوم التهديد الذي يحصل ليس على فقط على مكون واحد إنما على جميع المكونات، ونحن نجد تهديده وممارساته لا فرق بين منطقة وأخرى، واليوم استهدف كل المناطق مثل ما استهدف عفرين، ويستهدف أيضا اليوم منبج، واستهدف رأس العين وتل أبيض، ويستهدف كوباني اللي هي مناطق عربية وكردية، ويستهدف مناطق تل تمر والشريط الحدودي الموجود السوري، كله قرى سريانية آشورية وقرى كردية ومتاحمة لبعضها. اليوم هذا التهديد على جميع المكونات وليس على مكون واحد، لذا نحن متكاتفين جميع المكونات في المنطقة مقابل كل هذه التهديدات، وسندافع على هذه الأرض وعلى هذه على وجودنا لآخر مقمي بدمائنا. وطبعا نحن عطينا الكثير من دماء الشهداء ونضال في هذه المنطقة مقابل الكثير من الإرهاب داعش وغيرها، واليوم أيضا سنناضل مقابل التهديدات التركية اللي هي أيضا إحدى أهدافها إعادة تنشيط داعش في المنطقة.